السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. بنكمل شرح الوحدة الثانية في كتاب رياضيات 4، والنهاردة موعدنا مع درس جديد بعنوان نظرية ذات الحدين. في نظرية ذات الحدين بندرس إيه يا جماعة؟ بندرس لو أنا عندي مقدار ذو حدين A زائد B أو A ناقص B سواء بالموجب أو بالسالب، والمقدار ده مرفوع لأس معين أس N، انا مطلوب مني ان انا اجيب مفكوك المقدار ده، مفكوك المقدار اللي هو a زائد b لكل اس ان. طب عشان اقدر اجيب مفكوك a زائد b لكل اس ان في طريقتين، طريقه اسمها مثلث باسكال وطريقه اسمها نظريه ذات الحدين. احنا هنتكلم عن نظريه ذات الحدين النهارده. طيب قبل ما اتكلم عن نظريه ذات الحدين، في مصطلحات هتقابلني وانا شغال في الشرح، عايز اعرف معناها علشان لما اجي استخدمها ما تكونش مبهمة بالنسبة لي في الكلام. أول حاجة مع مصطلح المضروب، وعلى فكرة المصطلحين اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي هيجوا لنا أيضا في دروس بعد كده في الاحتمالات، فإن شاء الله في الاحتمالات هيجي لنا الاحتمال باستعمال التباديل والتوفيق، وهيمر علينا المصطلحات دي تاني، لكن احنا هنمر عليها مرور سريعا، مرور سريع بحيث ان احنا ايه يبقى عندنا فكرة عنها. أول حاجة يعني ايه مضروب؟ قال لك مضروب ان هو يرمز له بالرمز كده العدد وبعدين جنبه علامة زي علامة التعجب كده. يعني مثلا لو بقول لك مضروب 6، ايه مضروب 6؟ قال لك مضروب 6 هو حاصل ضرب الأعداد اللي بتبدأ ب6 وكل مرة بنقص واحد إلى أن أصل الاثنين في واحد، يعني 5 في 6 في 4 في 3 في 2 في 1. مضروب أي عدد في الآخر بينتهي ب3 في 2 في 1، فاهم كده؟ ده قيمة عادية أو عدد ممكن تحسبه، والعدد ده ممكن أو المضروب ده ممكن تحسبه سواء يدوي زي ما احنا بنستخدم بنحل كده، أو ممكن تحسبه بالآلة الحاسبة. لو أنا جبت الآلة الحاسبة بالشكل ده قدامك، أهو تعالى نتعلم نجيب إزاي المضروب. أدي 6 تمام، شيفت وبعدين الزرار اللي عليه إكس أس سالب 1، تدوس كده يطلع لك مضروب 6، قول يساوي، يطلع 720، يبقى مضروب 6 بيساوي 720، وهنعرف له معنى بعد كده في الاحتمالات ان شاء الله. طيب المصطلح الثاني التوافيق. التوافيق، وزي ما قلت الكلام ده هيمر عليا مره ثانيه، فعشان كده احنا بنمر عليه بمرور سريع. ايه التوافيق؟ بيرمز لها بالرمز ان سي ار، وان سي ار التوافيق دي ليها قانون تمام، عباره عن مضروب ان، وخلاص عرفنا يعني ايه مضروب ان، على مضروب ار في مضروب n ناقص r تمام، في مضروب n ناقص r. يعني مثال لو انا عندي 7 مثلا سي 3، يعني مضروب 7 على مضروب 3 في مضروب 7 ناقص 3 اللي هو مضروب 4 تمام. المفروض ان انا بقعد احسب الكلام ده، لكن ايضا في طريقه انك انت تحسبها على الاله الحاسبه. اهوت لو انا جبت حبيت اكتب 7 سي 3، فبكتب 7 شيفت واروح على علامة القسمة اهو واقول له 3، يبقى 7 هيتكتب لي على الشاشة 7 سي 3. طب بتساوي كام 7 سي 3؟ قول يساوي، تطلع 35. طبعا 7 سي 3 دي ليها معنى ان انا باخد ثلاث ارقام مثلا من 7 ارقام وبدون ترتيب، يعني الترتيب مش مهم، عدد طرق يعني اختيار ثلاث ارقام من 7 ارقام بدون ترتيب بيساوي 35، والكلام ده زي ما قلت هنتعرف عليه بعد كده في الإحصاء إن شاء الله. طيب ندخل بقى على مفكوك النظرية أو نظرية ذات الحدين نفسها. قال لك نظرية ذات الحدين النص بتاعها قدامنا أهو، إذا كان إن عددًا طبيعيًا فإن A زائد B لكل أس إن، يعني لو عندي حدين مرفوعين مجموعين مرفوعين للأس إن، بفكهم ازاي؟ بجيب المقدار بتاعهم ازاي؟ تعال الاول اقول لك يعني ايه المفكوك، هديك مثال بسيط احنا متعودين عليه تمام عشان نعرف المفكوك، وبعد كده نشوف النظريه. لو انا بقول لك A زائد B الكل تربيع، احنا كلنا دارسين المقدار ده، عارفين ان الاول تربيع زائد الاول في الثاني في 2، 2 AB زائد B تربيع. الجزء اللي في اليمين اللي انت شايفه ده هو اسمه مفكوك، مفكوك ذات الحدين، وعندي الان هنا ب2 تمام. يبقى تاني مفكوك ذات الحدين
عبارة عن ان انا بفك القوس اللي قدامي لحصل لمجموعة من الحدود زي ما انت شايف كده. اولا لازم نلاحظ ملاحظات معينة، ان عدد الحدود هنا يزيد عن الاس بواحد، عدد الحدود يزيد عن الاس ايه بواحد. طيب هو ده الكلام اللي هو بيتكلم فيه فوق، ان انا هقعد افك المقدار ده بطريقة معينة، تمام، بحيث ان يطلع لي الحدود اللي قدامنا دي سواء مجموعة او مطروحة على حسب الاشارة اللي ايه اللي داخل ذات الحدين. هو بيقول المفكوك بقى بيساوي ايه؟ بيساوي ان سي صفر اي اس ان بي اس صفر زائد ان سي واحد اي اس ان ناقص واحد بي اس واحد، وهكذا. بيني وبينك مفكوك يعني طويل، مش هينفع نحفظ الكلام ده، لكن لو فهمناه هيبقى سهل. راجع لخصه وقال لي هو عبارة عن سيجما، سيجما دي حطها بدل علامات الجمع، يعني سيجما دي معناها مجموع الحدود، اي حدود؟ الحدود اللي قدامنا دي. طب ايه القانون اللي بيحكم الحدود دي؟ اهو القانون اللي بيحكم الحدود دي اللي هو الجزء ده، اللي هو ان سي كي اس اي اس ان ناقص كي بي اس كي. كل ده انا هتكلم عليه شويه كده لكن بسهوله، يعني هنشرحه بسهوله لكن احنا بنوضح الكلام اللي قدامنا. والكي بتبدا من صفر وتنتهي بالان اللي هو الاس في مفكوك ذات الحدين. رجع شال الان سي كي وحط بدلها القانون بتاعها اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. طيب ادينا مثال يا استاذ عشان نستخدم النظريه دي في الحل. اولا النظريه دي لازم تلاحظ فيها حاجه، اولا هنا الكي او الرقم اللي بعد السي بيبدا من الصفر، دايما يبدا من الصفر، والاس بتاع الحد الاول بيبدا من الان اللي هو الرمز او الاس اس المقدار كله، تمام، والبي بيبدا من الصفر، الاس بتاعه بيبدا من الصفر. وبعدين تبدا الكي تزيد واحد زي ما شفنا هنا اهو، الان سي واحد بقت بدل ان سي صفر بقت ان سي واحد، واس الحد الاول اللي هو الاي الاس بتاعه بدا ينقص واحد، والبي بدا يزيد واحد، وهكذا نمشي كده. الكي تزيد واحد والان فوق تنقص واحد والاس بتاع البي يزيد واحد، وهكذا الى ان نصل في الاخر ان السي الان سي ان توصل ان سي ان، يعني العدد الكي يوصل الى ان، والاي يبقى الاس بتاعه بصفر، والبي يبقى الاس بتاعه بالايه بالان اللي هي الاس الكبير بتاع المقدار. فاحنا بنمشي بالطريقه دي. تعالى كده نشوف مثال ونحل بيه علشان نوضح الامور. طيب عندي اوجد مفكوك اكس زائد واي الكل اس 10. طبعا احنا خلاص حفظنا المفروض او عرفنا الكلام اللي ورا، هنبدا نشتغل واحده واحده. هقول له كده اكس زائد واي الكل اس 10 يساوي، هبدا اول حاجه ان سي صفر يعني 10 سي صفر، وايه الايه هي بالنسبه لي اكس، اكس اس ان، اس ان يعني اس 10، وواي اس صفر. خلاص لو انت عرفت الحد الاولاني بقى اللي جاي بعده سهل. ازاي يا استاذ؟ كل مره تزود السي واحد وتنقص الاكس واحد وتزود الواي واحد بس، يبقى زائد اهو 10 سي واحد، تمام، اكس اس 9 بنقصها واحد والواي تزيد واحد اس واحد، زائد اهو 10 سي 2 اكس اس 8 واي اس 2، زائد 10 سي 3 اكس اس 7 واي اس 2، الى انت هتفضل ماشي لغايه اخر حد اللي هو زائد 10 سي 10، 10 سي 10 اكس اس 0، لان انا بنقص كل مره الاكس بتنقص واحد لغايه ما توصل للصفر، واي بتزيد واحد لغايه ما توصل لكام؟ ل10، تمام. تعالى بقى اللي بعد كده هنعمل ايه؟ اللي بعد كده المفروض ان احنا نبسط المقدار ده. يعني ايه نبسط المقدار ده؟ التبسيط هو عباره عن انك انت تجيب قيمه السي دي، ال10 سي 1 وال10 سي 0 وال10 سي 2 وهكذا الى ان تصل الى 10 سي 10. وكمان لو في اي تبسيط في الاسس تبسط، يعني واي اس 0 دي خلاص بواحد، تبقى بواحد، تمام؟ اكس اس 0 بكام؟ بواحد، تمام كده؟ طيب وبعد كده خلاص تكتب المقادير زي ما هي او الحدود زي ما هي. يعني اول حاجه معلومه ان 10 خليها على جنب كده عشان ما تنساهاش ومش محتاجه حسابات كتير، 10 سي 0 بتساوي 1 و10 سي 10 بتساوي 1. يعني ايه؟ يعني دايما التوافيق الرقم الاخير اللي فيها ده 0 دي بتساوي 1، ولو الرقمين بيساووا بعض اللي قبلها واللي بعدها ايضا بتساوي واحد، يبقى دول خلاص بواحد وده بواحد، تمام. يبقى هنا واحد وهنا واحد، قد خلصنا من ايه
الجزئين دول. نيجي بقى نكتب الحد الاولاني هتلاقي اكس اس 10 زائد 10 سي 1. اجيبها ازاي يا استاذ؟ عندك الاله الحاسبه. واحد يقول لي لازم احفظ القانون، مش لازم تحفظ القانون. 10 شيفت قسمه 1 يساوي كام؟ يساوي 10. يبقى 10 ايه؟ اكس اس 9. طب والواي؟ اس 1 زائد 10 سي 2. تروح تجيب 10 سي 2 اهو. 10 شيفت سي 2 يساوي ايوه 45. 45 ايه؟ اكس اس 8. مش لازم ابص فوق، نقص ده واحد وزود ده واحد، واي اس 2 وهكذا الى ان تصل الى ايه؟ زائد اخر حد اتفقنا ده بواحد وده بواحد، يطلع لك واي اس 10. وتبقى انت كده وصلت لايه؟ مفكوك ذات الحدين. طب الحدود دي هتطلع كام حد؟ الحدود دي هتطلع 11 حد. 11 حد. تمام؟ ليه؟ لانها بتزيد عن الاس ده بواحد. بتزيد عن الاس بواحد. تعال ناخد الجزئيه اللي بعد كده. بيقول لي استعمال نظريه ذات الحدين عندما يختلف المعاملان عن واحد. يعني ايه؟ يعني هنا كنت بتكلم عن اكس زائد واي. دلوقتي لا، الاكس مش اكس بس، 3 اكس ناقص 2 واي لكل اس 5. انت ما عندكش اي مشكله، هتحط الحدود ديت كما هو متفق عليه لكن بين اقواس. يعني هتقول له 3 اكس ناقص 2 واي الكل اس 5. هفكها ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ ابدا 5 سي 0 دي تبدا بيها دايما. الحد الاولاني 3 اكس اهو الكل اس 5. طب الحد الثاني سالب 2 واي الكل اس 0. يعني بتاخد الحد الثاني باشارته بالرقم اللي قدام والمعامل بتاعه يعني كله وتحطه في قوس. تمام؟ زائد. حلو كده؟ يبقى 5 سي 1 تمام؟ 3 اكس الكل اس 4 بنقص 1 وسالب 2 واي الكل اس كام؟ اس 1 بزود 1 زائد. وهكذا. 5 سي 2 3 اكس اس 3 وسالب 2 واي اس 2 زائد 5 سي 3 3 اكس والاس 4 اس اسف اس 2 احنا بنقص 1 هنا وهنا سالب 2 واي اس 1 تمام زائد اخر حاجه واللي قبل الاخيره 5 سي 4 3 اكس اس 1 وسالب 2 واي اس كام؟ اس 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 ايه؟ اس 4 هنا اس 3 احنا بنزود 1 برضو وهنا زائد 5 سي 5 3 اكس في سالب 2 واي الكل اس ايه؟ هنا ناقصت 1 بقت 0 وهنا بقت اس 5. خلاص؟ اتفقنا على حاجات معينه مع بعض من شويه، قلنا ده بواحد وده بواحد وده بواحد وده بواحد، خلاص. تمام؟ تعال بقى نكتب المفكوك باختصار. يبقى هنا عندي 3 اكس اس 5. 3 اكس اس 5، انت هترفع ال 3 اس 5. تمام؟ 3 اس 5 بكام؟ تعال احسبها على الآلة الحاسبة، اهي 3 اس 5 وقول يساوي 243. يبقى الحد الأولاني 243 اكس اس 5. طيب زائد، ركز معايا واحدة واحدة بقى، خلي بالك هنا المفكوك أو المقدار فيه سالب، صح؟ هناك لما كان موجب كانت كل الحدود هتطلع موجب. هنا بقى لما المقدار يبقى فيه سالب إيه اللي بيحصل؟ قال لك الحدود الزوجية كلها بتتحول لسالب. ليه؟ لأن لو تلاحظ الأس الحد السالب الأس في الحدود الزوجية كله هيبقى فردي. لو تلاحظ كده، شوف كده اهو، ده هنا اهو هتبقى هنا ده الحد الثاني وده الحد الرابع تمام كده وده الحد السادس. هتلاقي الاسس بتاعته كلها فرديه، واحنا عارفين لما يبقى الاس فردي السالب بتطلع بره. يبقى معنى كده ان كل لما يجي لي حد زوجي هتلاقي الاس بتاعه فردي، ما تلخبطش بين الاثنين، يطلع القيمه بسالب. يعني ببساطه حد يبقى موجب واللي بعده سالب على طول. تمام؟ وتروح تحسب بقى الارقام اللي عندك. هنا 5 سي 1، 5 سي 1 بكام؟ هتطلع بخمسة. تعال نشوفها لو مش متأكد حل على الآلة الحاسبة. 5 شيفت قسمة 1 تطلع تساوي 5، يبقى 5 سي 1 بخمسة.
طيب ركز الاول بخمسه، دي بخمسه. طيب وهنا عندك في سالب اتنين، في سالب اتنين هنا، وعندك هنا 3 اس 4 ب 81. الارقام الثلاثه دول يتضربوا في بعض قبل ما تضرب اي حاجه، طلعنا السالب خلاص. وهنا 2 في 5 ب 10 في 8 في 81 يبقى 810. 810 اكس اس 4 واي، لان الاكس هتاخد الاس اللي فوقها والواي ايه؟ هتاخد الاس اللي فوقها. طيب الحد ده الفرد دي يبقى زائد، يبقى واحد موجب واحد سالب، واحد موجب واللي بعده هيبقى سالب. خلصنا الحد الثاني، نبدا في الحد الثالث. 5 س 2، 5 س 2 تشوفها كده اهي، ممكن ترجع كده وتلغي دي، تبقى 2 طول يساوي يطلع كام؟ 10. 10 قبل ما اكتب ادي 10. وهنا 3 اس 3 ب 27، وهنا سالب 2 اس 2، خلاص احنا الموجب قلنا دي هتبقى موجب وطلعناها موجب بره تبقى ب 4. يبقى هنا 4 في 27 في في 10. طبعا 4 في 27 بكام؟ 7 25 في 4 ب 100 و 8 يبقى 108. 108 وعندك 10 يبقى 1008. 1008 اكس اس كام؟ اس 3 اهو، الاكس اس 3 فوق، واي اس 2، واي اس 2 ناقص لان الحد ده كان موجب اللي بعده سالب. طيب نروح على 5 سي 3، 5 سي 3 شوف كده هتطلع بكام؟ اهي 5 سي 3 هتطلع بنفس قيمة 5 سي 2 اللي هي 10، وقبل ما اكتبها برضو دي 10. وهنا 3 أس 2 ب 9 و 2 أس 3 ب 8، مالكش دعوة بالإشارات، خلاص الإشارة أنت طلعتها بره. يبقى هنا 720 لأن 72 في 10 ب 720، إكس أس 2 واي أس 3 تمام، زائد لأن الحد اللي قبله كان سالب، 5 سي 4 أهو، 5 سي 4 يساوي 5. ولاحظ ان المعاملات هتبدا تتكرر هنا، 5 شوف هنا كانت 10، كانت هنا 1 ماشي، وبعدين بقت 5، وبعدين بقت 10، بعدين 10، وبعدين 5، واللي جاي هيبقى 1، هنشوف مع بعض 5. وهنا في 3، وهنا 2 اس 4 بكام؟ ايوه 2 اس 4 بكام؟ 16. يبقى هنضرب ده كله في بعضه، 80 يبقى 240، يبقى نلغي دي تبقى 240 اكس اس 1 واي اس 4 الى اخر حد اللي هو سالب، قلنا ده بواحد وده بواحد. وهنا 2 اس 5 بكام؟ ب 32 واي اس كام؟ اس 5. كده تكون انت وصلت لمفكوك الايه؟ المقدار 3 اكس ناقص 2 واي الكل اس 5. تعال نشوف الجزئيه اللي بعد كده. في الجزئيه اللي بعد كده قال لك يا استاذ، هو انا كل لما اجي افك ذات حدين لازم اعمل المفكوك ده كله؟ يعني لازم اجيب كل ده؟ ده كتير قوي عليا. قال لك لا، ممكن تجيب حد بعينه، يعني زي المساله كده بيقول لك اوجد قيمه الحد السادس في المفكوك ده. المفكوك ده انت عارف احنا كلنا عارفين ان هيطلع فيه كام حد؟ فيه 11 حد. طب انا مش عايز كل الحدود، انا عايز الحد السادس بس، اعمل ايه؟ قال لك في قانون، القانون ده سهل. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول لك ان تي اللي هو الحد يعني كي زائد واحد، وهنعرف يعني ايه كي زائد واحد دلوقتي، بيساوي ان سي كي ماشي، اي اس ان ناقص كي في بي اس كي. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي قدامنا دوت يا استاذ؟ تعال نفسره واحده واحده على المساله اللي قصادنا. بيقول لك لو انت عايز الحد السادس، يعني عايز تي 6، تي 6 اتفقنا هنا تي 6 اللي هي بتمثل تي كي زائد واحد. لما تي 6 بتمثل تي كي زائد واحد، يعني الكي تطلع بكام؟ الكي ايوه تطلع باقل من العدد المطلوب، من الحد المطلوب بواحد، يعني 5. اقول كمان مره، هو طالب الحد السادس يبقى الكي بتاعتك ب5، طالب الحد السابع يبقى الكي ب6، طالب الحد العاشر يبقى الكي بكام؟ ب9، وهكذا. يبقى انت شوف هو طالب الحد الكام، نقص رتبه الحد بواحد تديك الكي تمام، يبقى دي الكي. طيب والان، الان معروفه لفوق دي، خلاص تعال نفك الكلام دوت ونشوف. يبقى هو عايز تي 6، يبقى عرفت انا الكي ب5، اقول له ايه بقى؟ ان سي كي، ان اللي هي ب10، سي كي اللي هي ب6 ب5 تمام. ايه اس ان ناقص كي، انا عندي هنا مفيش ايه، عندي في زي سي، تبقى سي ماشي ان ناقص كي يعني 10 ناقص 5، دي
أس كام؟ أس كي؟ أس إيه؟ 5. هو ده الحد السادس. تعالى بس نفك بقى، يعني نجيب قيمة 10 سي 5. 10 سي 5 أهو، 10 سي 5 يساوي كام؟ 252. يبقى يساوي 252. سي أس كام؟ 10 ناقص 5، أس 5. خلي بالك السي دي غير السي دي، السي دي اللي هي بتاعت التوافيق، خلاص جبناها ب 250. السي دي اللي موجودة فين؟ هنا في المقدار فوق، تمام؟ يبقى سي أس 5، دي أس 5. يبقى الحد السادس هيساوي 252 سي أس 5، دي أس إيه؟ أس 5. طيب بكده هنكون وصلنا لآخر الحصة النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتم، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.